هنشتغل بيست بوي. طيب عايزه بقى توريني كده كيلو حلو عشان هاخده بيت هقطعه اطبخه بباميه. ماشي ماشي وريني. ده حمرا وجميله اهي جميله. سلم ايدك. ده بقى يفرق ايه في سوايا استوايدة عن اللحمه العاديه؟ لا هو كل حته لحمه ليها شكل. يعني في دي الرقبه ديت للكفته ام الرز وللبرغل والحاجات ديت. دي رقبه. ديت مثلا للخضار. كل حاجه في مفهوم ساده ليها قطعيه. كل حاجه لها قطعيه. ها لكن طعمها يفرق. مش قصدي احلى ولا اوحش، في فرق في الطعم ولا زيها زي العجالي؟ زي العجالي واحلى من العجالي كمان. احلى من العجالي كمان. انت اشمعنى الجملي اللي نقيتي تشتغلي فيها استوايدة؟ هي ابا عن جدا دي مهنه والدي. ها شفي لي، انا مش عايزه ابيض خالص. ماشي يعني في الميزان وزني الاول وبعدين شيل اللي انت زي الفل. هي ما فيهاش ابيض خالص عشان احنا على طول رجيم. هنشوف بقى بعد كده موضوع ايه الجملي ده يمكن نعجب بيه. وميزانك حلو يا استوايدة وكده عشان كده الناس بتحبك. وزني بره دايما دايما. لا لا مش وزني بره، دايما يقولوا الجزار. لا 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 بص هقول لك حاجه، ليه بطلبه باخده من الزبون؟ صح. اغشه ليه؟ صح. طب اسمعي، انا وانا جايه شفت عظم كبير قوي قوي. استني اما اجيب لك عظمه من اللي انا شفته اهي. ده بيجي دي ماسوره. الناس تاخد مواسير من دي ماسوره. بتيجي تاخدها بتعملوها شوربه، بيعملوها على القلقاس. القلقاس في بيعملوها نخاع للشعر، ياخدوا النخاع اللي جوه يعملوا بس الشعر. نغليها كتير كتير كتير. ايوه بتتكسر. وال وحتى العظمه دي تعرفي تكسريها؟ بتتكسر بس الصنايعيه اللي بتكسروها. الصنايعيه اللي يكسروها. مين الصنايعي البريمو الاساسي بتاعك؟ عم علي ده راجل 100 100 عندنا من عمر التاني. عمر تاني يعني يعتبر. انا بقول لولادي ده عمكم اخ ابوكم. طب اسمعي، انا اسمع ان انتوا مشهورين قوي بكفته الرز. ايوه. ايه موضوع كفته الرز؟ احلى كفته رز عند هويدا الامبراطوره. احلى كفته رز عند هويدا اللي ما اكلش من هويدا كفته رز عمره ما اكل كفته بعد كده. فعلا. ايوه يعني والله. احنا الكيلو انا هشتري 2 كيلو. الكيلو الثاني اللي هشتريه نعمله كفته رز. عيني اعمله لي. طب بس اسمعي، الرز بتجيبيه منين؟ نشتريه من اي عطار بره؟ نشتريه ولا في زبون يجيب لك الرز؟ لا في زبون بيغسل الرز والخضره والحاجه وبيجيبها وبيوفرهم لك. الله. طب وانا وانت عمرك ما تعملي كده ولا انت ممكن تعملي انت كده؟ لا بعمل. يعني افرض انا زبون مش مجهز حاجتي ابعت نجيبي الحاجه ونجهزها لك ونديها لك. نعمل كده. اللي انت عايزاه. انا عايزه اعمل اللي انت عايزاه. ما دام انت اشهر كفته رز. انت تأمريني. ندوق كده كفته الرز دي من عيني. طب احكي لي بقى، انت كنت قلتي لي انك عندك احفاد كتير. وفي حفيده انت اللي مربياه. 13 حفيد ومعايا هويده ديت بقى انا اللي مربياه معاها. ازاي اشمعنى انت اللي مربياه؟ عشان هي كانوا توأم وكده فانا خدت واحده من بنتي واحنا وهي واحده. يعني قلت لها التوأم صعب شويه. قلت لها هاتي واحده وخدي واحده. خدت لارين وبعدين لارين لقيتها بتعيط كتير وما بقتش عارف اشتغل. رجعتيها لامها قلت لها خدي. قلت لها اديني الهاديه. هاتي الهاديه. طلعت الهاديه شعلونه والثانيه طيبه. انا بقى عايزاكي ايه تحضري لي كويلو. مش جبتي لي الرز وحاجتك؟ ايوه يلا هشيل بقى ده من قصادك كده. عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فهي لحمه مخصوصه استوايده اللي بتتعمل بيها الرقبه. احلى حته. ماشي. ها وريني الاول مفرداتها كده. ده الرز وخضره. رز وخضره وثوم وبصل وتوابل. على كيلو اللحمه قد ايه رز؟ هو في بنحط نص كيلو وفي بنحط كيلو ولا ربع وفي صحابات العيال بيحطوا كيلو على كيلو. لا 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 انا عايزه رز قليل. تبقى كلها لحمه. ايوه نص كيلو ونص. ماشي. وتتفرم بقى. وتتفرم. يلا نوف. المفرمه عاليه قوي. مش عاليه عليك يا استهويده؟ لا هي عشان كبيره بس. والرز يبقى منقوع يا استوايده ولا لا؟ بيتغسل على طول. مغسول ومحطول. محطول. ماشي. ودي اللحمه اهي. ودي اللحمه شكلها جميل. بألف هنا وشفت. يا اسلام ياخدوها يفرموها في المحل التاني. خدي يا علي والنبي اديها لاسلام. خدي يا عم علي. استنوا ما تفرموهاش لما نجي لكم.
يا ست هواي، ده كان يوم جميل جدا جدا جدا. وانا سعيده بيك قوي قوي والله، وكان يوم عسل. بعدين حفيدتك ندى جت تقول لك انا عاوز اطلع على الجزاره. جزاره زيك وزي عم علي وزي اسلام. ما شايفه الجزارين لزاز وطيبين. ربنا يعزك يا رب. وانت ست الستات، ربنا ست الستات الامبراطوره فعلا. ربنا يعزك، ربنا يعزك. وهقول لك عجبتني الكفته وهكلمك واقول لك. خلاص ماشي. افتكريني. طبعا. زي ما احنا كده ايه، بقول لك افتكريني هدي لك حاجه جميله قوي. معانا فنانه زميلتنا اسمها ساره. الله يخليك. بترسم لابطال الحلقات بتاعتنا صوره كده حلوه. أيوة. برواز بازازه كده تحطيه في المحل تفتكرينا بيه. ربنا يعزك يا رب. الله يا ساره. احلى صوره كان نفسي اترسم. والله حلوه قوي. والله كان نفسي اترسم. كان نفسي اترسم. حلوه زيك. ربنا يعزك. وطيبه وقويه يعني ساره ذكيه عملت. أيوة. كل الحاجات الحلوه كده فيها. جميله جميله. مين كان يقول ان الستات تقوم بشغل الرجال وتحاجي على البيت والاولاد في عز ما تكون شغال؟ اللي بتنزل من نجمه في السوق بتبيع زي العاده، واللي تخيط على مكنه عشان تجيب قرش زياده، واللي في محل بسيط قاعدة تبيع كيسين سكر أو شاي، بيعملوا كل ده إمتى؟ بجد أنا معرفش إزاي. سبحانه من قدر حواء على كل ده ربك بيعين، وهبها مع ضعفها قوة خلتها قادرة تقوم بدورين.